السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم دعاء يوم الأحد المستجاب بإذن الله. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. نبدأ على بركة الله الدعاء كالتالي: اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضع. يا رب أعطني بقدر نيتي، فإني لا أنوي بأحد إلا خيرا، وارزقني أجمل مما أتمنى وأفضل مما أدعو وأكثر مما أتوقع. اللهم في هذا اليوم وليتك أمري، فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري. يا رب اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، وهب لنا اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا وإليك فقرا وفاقا، وبك عمن سواك غنى وتعففا. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنها وتقيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم أبعد عني عين الحاسد وقلب الحاقد والقريب المنافق، واحفظني بحفظك يا كريم. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي، وراحة في نفسي، وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري،
فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم يا واسع العطاء ندعوك أن تطهرنا من جميع السيئات وأن ترفعنا عندك على الدرجات وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك، فاكشف بي ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما وعدتني من رحمتك. انقطع الرجاء إلا منك. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وأنت رب الآخرة والأولى، فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلين، يا شديد القوى وأزل عنهم البلاء والأسى والجوى. اللهم إنا نعوذ بك من كل عين حاسدة قاطعة للرزق، ونعوذ بك من ناس لا تخاف من ظلم الآخرين. اللهم إنا نسألك أن تبعدهم عنا وأن تيسر أمورنا لكل ما هو خير لنا. اللهم أبطل أثر عينا أصابت رزقا فأمسكته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت قلبا فأحزنته. اللهم احفظنا نحن ومن نحب من كل شر، فأنت خير الحافظين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إياك نعبد ولك نركع ونسجد، وإياك ندعو ونحمد. آمنا بك يا رب، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك كان محذورا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم اجعل صيامنا في شهر رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهنا فيه عن نومة الغافلين، وهب لنا فيه اليسر والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألهمنا في شهر رمضان الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب،
واجعل دعاءنا دعاء مستجاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.